السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد من قناة السيد عمر. اليوم احنا في مكان اسمه جيمز كوم، واحد من أكبر معارض الألعاب مثل ما بيقولوا بالعالم. جايين على هذا الإيفنت أو الحدث حتى نشوف أو نورجيكم شو راح يصير هون. بيقولوا أن عدد الزائرين يتراوح أو قد يصل إلى 60,000، بس لحد الآن ما احناش عارفين وين بنروح أساسا. بس هون مبين إنه في ناس كثير قاعدة تفوت، وهون مبين إنه في ناس كثير قاعدة تطلع هون. هاي المكان هون جيمز كوم لايف اون اب كومنت ايفنت، يعني الاحداث القادمه اللي راح تيجي. طبعا الناس كثيره جدا هون. هاي الارقام القاعه الموجوده هون، هاي الناس. طبعا في بعض الناس لابسين نفس لباس الالعاب، عفوا، مثل هذا الشاب هون. المشكله في هذا الحدث انه كثير من الشركات الالعاب غير موجوده، مثل قال اي جيمز والبلاي ستيشن ونينتندو، يعني كثير من الالعاب هاي مش جايه، او من شركات الالعاب يعني، لانه لقوا سالفه الاونلاين ايفنتس احسن لهم من الاونلاين هاي اللي بالمناطق او المكانات الحقيقيه من بزورها الناس، لانه اوفر، لانه هو يشوف الناس قديش فيه، هاي سالفه ملايين حتى يدفعوا عليه حتى يجون. هذا عمر صديقه جايين حتى يمرحوا في هذا المكان. طبعا التكت غالي شوي صراحه، يعني التكت للعائله 40 يورو بس، تعتبر 5 اشخاص، واقل من سنتين ممنوع الواحد يفوت، ما بخلوش، عفوا اقل من 4 سنين حتى، مش اقل من سنتين، ما بخلوش الواحد يفوت. عشان الواحد، عشان هيك اذا واحد يجي وعمر ابنه اقل من 4 سنين لا تعرفش حاله هون، لانه ما خلوش يفوت. احسن شغله في هذا المكان انه القاعات كلها مكيفه، لانه درجه الحراره اليوم 36 تقريبا، يقول لك اعلى درجه حراره في هذا الاسبوع. بس المكان الحمد لله مكيف، وهنا الناس معهم كثيرين جدا يعني صراحه. هاي بعض الشخصيات الغريبة اللي لابسة لباس غريب، بس راحوا على حسب تصورهم. وهون بعض الشركات المتواجدة في هذا المعرض، هاي بلانيون، بلاي اون تبعت شو اسمها؟ بيكومون، هذاك الليجو. نعمل تقريب شوي. بس الأعداد المتكاثرة كلياتها في هذه القاعة، شوف الناس هون. واحد يحكي انجليزي وراي. اشكال الوان يعني هون. كان لازم ادور دوره طويله عشان هون حاطين الخط، بدك تمشي وراه، بدك شي ربع ساعه وانت تمشي تتوصل لاخر الخط. بس في واحد ابن حلال فتح لنا الشريط هذا، رفعنا اياه قلنا فوتوا من هون. رايحين على القاعه 6، ما بعرف شو فيها، بس عمر جاي على القاعه 6. هون كمان في تيك توك، سمعته من يوم يقول على الراديو. يعني بعض شركات الالعاب مش جايه، بس بعض شركات السوشيال ميديا جايه، مثل التيك توك. ها؟ التيك توك هون. شوف الناس هون فوق بعضها، ما فيش مكان الواحد يفوت اساسا. هاي دخلنا على القاعه شو اسمها؟ 5.2. هاي بعض الالعاب، هون عندك انجاك او سكانك، هاي الالعاب هون. بس فورت نايت موجوده، مع انهم سمعتهم يقولوا اليوم انه الاي اي مش موجوده. بس هاي الالعاب موجوده. هاي كانه بس الليجو سوالف، هاي يعني بعض الالعاب الليجو هون، عشان اذا واحد بيشتري. هون في سياره للعرض، مانيش عارف شو قصتها، الواحد يفوز فيها ولا شو ممكن يصير فيها. على حكي عمر هاي سياره لعب، عشان حاطين هناك بيكاتشو، مش عارف سياره للبيع ولا شو. بعدها متابعين جولتنا، هون عندك شركه كونامي. شركه كونامي تنتج لعبه بيس، صراحه من قبل اكثر من الفيفا، عشان انا احب الفيفا كثير. بس مع ذلك الفيفا كانوا مش موجوده، بقول الفيفا 2022 مش موجوده هون. هون بعض التذكارات اذا بتكون، بس المشكله انه يكون حقنا صبور مصاري. هون عندكم بعض العاب القمار، تدفع مصاري يمكن عشان تفتروا اللعبه، ويا تخسرها بتفوزوا. هاي ماخذين دايس، بير فير لوزن. نتندو سويتش 30، بس خليني اقربكم اياها احسن. القصد انه افتلها في احتمال انك تفوز ببلاي ستيشن، نينتندو او شغله ثانيه. بس طبعا حرام يعني. هذا قسم ثاني من المتاجر الموجوده هون، صراحه معظم الشركات ما بعرفهاش هاي. بينيني. فول جايز، وين فول جايز؟ طبعا عمر رفيقه بدهم يروحوا يلعبوا، بس قلت لهم خلينا نشوف القاعه اول شيء. تعالوا نروح نشوفها. هاي بعض التيشيرتات المرسوم عليها الالعاب، يعني مثل هاي اللعبه. ما بعرف عمر قال لي فول جايز، بس مش عارف اذا فول جايز ولا لا، بس القصد انه حقها 25 يورو. هاي مجرد بس مثال عن كنزه عليها رمز هاي اللعبه. طيب هاي الالعاب هون. الله في الجنب الثاني في دمى تشويه الطفوله، يعني بنات لابسات مشلحات فيه زياده. بس المشكله الناس واقفين كثير هناك، ما فيش مكان واحد يشوف منهم. عندك هون جماعه الدي سي، جماعه الباتمان وسوبرمان والشله هاي كلها. الله يكرمها جماعه فرقه العداله.
هذا باتمان. هو كمان عندك دمى للأطفال، شنتات أطفال صغار يعني، مع إنهم مانعين يفوتوا الأصغار كثير يعني، مش عارف مشان يقنع الأهالي يعني أساس. هاي ألعاب متنوعة كلها عبارة عن دمى صراحة، ما بعرف شو بحبوا بالعاب يعني، بس الناس بتشتري مش عارف ليش. أنا تجمعة الأنمي عندهم إقبال عجيب على الدمى هاي. أشوف والله واحدة منهم قديش حقها من هاي. في الكوسة؟ 20 يورو يس اوكي اوكي. حق الواحد 20 يورو من هاي، من هاي الدمية الصغيرة. حسب الحجم هون، ولا 50 سنتيمتر حقها 40 يورو، 70 سنتيمتر 50 يورو، 110 متر حقها 80 يورو. مشكلة بدي الحق حدا من لابس اللباس الغريب هذا اصور لكم اياه، بس مشكلة ما فيش حدا قاعد بيطلع قدامي، ما في غير هذا الزلمة لابس سوا او منشار. ما بعرف شو قصده باي لعبة اطور. شوف انا كنت مستكثر الالعاب تبع السحارة، بس شوف هون الالعاب عندك هذا مثلا دراجون بول حقه 35 يورو. شوف هون مثلا هذا 30 يورو. طبعا ما بعرف بقول دراجون بول هو اسمه جوجو او غيره، هذا 75 55 لا تحط شيء لك على الجزاز صعب يجون هذول. هو عندك 70 يورو. قصد ان اسعار كثير عاليه يعني، في واحد يسوي هيك دمى ويصير يبيعها تروح على الناس. هاي عندك مكان هون مشان تشيل اوت او استرخاء، بس معظم الناس يعني مشان تسترخي كلها عم يدور. طبعا هو اسعار الالعاب غاليه يعني مثلا 75 70 هيك، بس ممكن تلاقي ناس تشتري يعني بين اعداد الناس الكثيره هاي راح تلاقي ناس تشتري يعني. مش احنا اكيد، احنا عباره عن مصورين او بس هيك فضوليين مش اكثر يعني، احنا التكت بالزور اشتريناها. طبعا صراحة ما بعرف اذا ما بلحق نصور القاعة كلها، لانه احنا بعدنا بالقاعة رقم 5 2، وفي بعد كثير قاعات وناس كثيرة يعني، فزحمة كثير والشحن كمان موبايل بيخلص بعد شوي. حجم الناس المتدفق هنا، بس السيد عمر راح ومشي قدامي تروح لحقه. هاي بعض الناس المرتدية ازياء غريبة يعني. الناس هاي في قاعة ثانية أو في مكان ثاني بيأدي القاعة. هاي عندك القاعة 9 هون على اليمين، مشكلة الشمس قاعد تعكس وتخرب على الإضاءة والتصوير. هو عمر ذا الحيط القاعة رقم 7، قاعة 7 في عساس تيك توك، اللي أخذناها قاعة 6 تيك توك كاتبين انترتينمنت، أنا بقول انترتينمنت. هاي جماعة السيجا، حد تذكر السيجا صراحة السيجا عند الكراسي عند العاب سوني شوية وش اللي هاي. شوف هاي القاعة رقم 6 ما فيش مكان للناس يدخلوا فيها. هاي الدور الواقف على رقم القاعة 6، شوف الدور هذا كله ناس هون الدور، شوف 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 الدور، شوف الدور هذا كله دور قاعد بستنى رقم القاعة رقم 6. بس بعدين النهاية بعدها مش مبينة. وين صارت النهاية؟ هذا كله على القاعة رقم 6 هذول الخط. هاي عمر القاعة اللي كان داير عليها قاعة رقم 7، هذا عمر لقى لعبة بدي يلعب عليها، راح هو صديق هنا. هذا عمر شغل لعبة قاعد يلعب عليها. الألعاب بلاش الحمد لله، بس بصور. يا جماعة شباب جيون حاط لك سيارة طويلة عريضة. بس كاتبين بليز دونت تاتش عشان والله تلمسوها. الصوت عالي كثير عشان العب هاي اللعبه صراحه انا ما فهمت شلون بتصير يعني، بس قال لازم تبني هيك عشان تدور على الفراوله او اشياء اخرى من الفواكه والخضروات. عمر ما قاعد يبني، انت تدور على الفواكه يا عمر. عمر بنى كثير يعني، هناك ما بعرف شبكي صراحه. ما كان عندك لعبه جنشن امباكت او جنشي او مش عارف شو، ما يعملون لنا سلافة هذول اليوتيوبر. واحدة ثانية من ألعاب المحاكاة الموجودة هون، ولينا كثيرات صراحة حبيت أورجيكم هاي عشان قاعد بلعب وقاعد بتأثر يعني، أساسا إنه تراكتور مثل تراكتور قاعد بتأثر. Thank you.
كان فيديو، نعجبكم الفيديو تنزلوا على الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.